بروتوتايبس. مرحبا بكم اعزائي الطلبه، وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نتحدث على موضوع البروتوتايبس من ماده اللغه فصل السيمانتك. وايلد واتس كناري، هنا بعض الكلمات عندنا نقول هذه الكلمات are equally يعني consider as a birds، تعتبر كطيور. They are not only considered to be equally good example category birds، إذن هي كلها تعتبر مثال أو هي أمثلة تحت بند الطيور. زين، ولكن وفقا للبحوث وللباحثين، كلمة الطائر انطوها روبن. كلمة روبن هذه، كلمة روبن هي شبيه أو مثال آخر على الطيور، يعني هو مثال يعرف من خلاله جميع الحيوانات الأخرى، يعرف من خلاله جميع الحيوانات الأخرى. The concept هذا تعريف البروتوتايبس. هو البروتوتايبس شنو معناه؟ معناه أنه أنا عندي فد حيوان أو فد شيء، على سبيل المثال طائر، هذا الروبن احنا نمثله لكل شعبة او لكل مجموعة الحيوانات التي تنضم تحت بند الطيور. ومثال اخر موجود بالحياة اليومية، هسه احنا مثلا عندنا الثعلب وعندنا الذيب وعندنا بعض الحيوانات الاخرى، هذه كليتها تنضم تحت بند الدوغ. كلمة الدوغ الكلب، يعني هي يعني ليش؟ لأنها كلها كائنات متشابهة، كلها حيوانات متشابهة كليتها نفس الشكل. فناح هذا اسم الروبن، هي نفسها طائر، يعني من نقول روبن معناها طائر. زين، شنو اللي يميز الطائر؟ انه عنده أجنحة. هاي خلاص، انه عنده أجنحة، طالما عنده أجنحة خلاص هذا هو المقصود به روبن او باد. زين، يعني فهذا تعريف جدا مهم، وهاي الملاحظات والنقاط اللي اشرتها لحضراتكم مهمة. هنا عندنا مثال آخر، لو جئنا الى موضوع الاثاث، احنا من نريد ناخذ الملابس اول ما راح نروح علي من نروح على الكرسي تشير، بالرغم من انه احتمال احنا عندنا يعني احتمال عندنا مقاعد اخرى، او احتمال عندنا تيبل، احتمال عندنا اشياء اخرى، بس احنا قبل راح نروح على الكرسي. ليش؟ سبب، لان الكرسي من المفردات او من الانواع المعروفه، يعني احنا من نقول كرسي كل الاشياء اللي بقيه تحت بنده. زين، يعني مثلا منضده، ميز، اي شيء، يعني الكرسي يعبر عن الكل، مثل ما الروبن تعبر على كل الطيور، الكرسي يعبر عن الكل. فهاي الفكره كليتها. زين، فاي مفرده اكو بكل يعني بكل نوع من الاشياء او من المفردات، لكل نوع يوجد هنالك اسم معروف جدا، وهذا الاسم يعبر بالنيابة عن الكل. هو هذا موضوع اللي نسميه احنا prototypes، تعريف مهم، والأمثلة نحاول نقراهن ونركز عليهن، لأنه هواي هواي تجي أشياء هيك فراغات، صح وخطأ، اختيارات. وهنا طلابنا الأعزاء أردنوها على شغلة مهمة، وهي يا طلاب حاول إش قد ما تقدر تركز على موضوع الأسئلة للسنين السابقة أو الأسئلة الشهرية للسنة السابقة لنفس الأستاذ أو لنفس الجامعة. هذا الموضوع جدا مهم، أنت ما راح تقدر تفهم المادة بدون ما تحصل على أسئلة وتحلها، ما تقدر تتعرف على طريقة الامتحان وطريقة استخراج الأشياء المهمة إلا بعد رؤيتك للأسئلة. فضروري جدا تركز على جانب الأسئلة. دائما أقول لكم وأرجع أنبهكم مرة أخرى، الأسئلة مهمة جدا، حاول تجيب لك أسئلة وتحلها أو أنت وزميلك. لهنا ننتهي هذا الفيديو، أتمنى تشاركون هذا الفيديوهات وتشتركون بالقناة، وأرحب بكم أعزائنا الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.